فرهاد ممكن أطلب منك شغلة صغيرة؟ ايه. بدي نوقف نشتري عوامة من شي مكان. بابا كان يحبه وحابه يوزع عوامة عن روحه. هلا منشتري. يسلموا. شو بدك؟ انت وين مختفي؟ شو اللي عم تعمله؟ طلعت مع أصلي ما هيك؟ وقت شوفك منحكي خال. برأيي ما بقى في شي نحكي فيه يا ابني، كل شي صار واضح. اللي ساويته انت رح ساوي انا. مو انت عم تقول انه قصة شاهين هي اللي خربت حياتنا؟ ماشي، انا رح اتصرف على كيفي. هذا البيت تمام، وقف هون. هاد بيتنا القديم. فكرت انه بيت ابن حماي هو بيتكم. لا، هداك البيت بيت اخي. انت ما بتعرف شي عني، لهيك طبيعي تفكر انه هداك بيتنا. بس انا ولدت وكبرت بهالبيت، هاد كان بيت ابي وامي. امي اخذت اختي معها وهربت من البيت، وبعدها ابي توفى فيه كمان. بس بحبه كتير. يلا نزل تعال. ممكن تحمل الاكياس؟ ايه. يسلموا. الباب بالزور ليفتح. مو مشكلة. يلا تعال فوت. يلا بدي احطهم بالمطبخ وانت فوت على الصالون. لحظة. حبيت بيتنا؟ تفضل ارتاح. تفضل اقعد. تفضل فرهاد. ليش جبتيني لهون؟ ليش أخدتني على بيت الجبل؟ مشتاقة للبيت. مرق وقت طويل بدون ما أقدر أجي عليه. كل ذكرياتي فيه. بعد ما توفى أبي بقينا سنتين بهذا البيت، بس بعدها أخي قرر يستأجر بيت غيره. بقيت فترة لوحدي هون، بس ما تحملت فانتقلت لعند أخي. بس ما قدرت إنه ضحي بهذا البيت. الذكريات هون بتهمني. أحياناً بيجي أخي وأحياناً أنا. كل ما نشتاق. في عندك طريق واحد، في ولد قدامك وفي أخوك. مين رح تنقذي؟ جملة واحدة. نامق هو أبوك. إذا بقولها بيموت نجدت، كلثوم ويجيت وفرهاد، ويمكن أنا كمان. شو لازم أعمل؟ كان بدي تشوف البيت. بظن إنه طفولتنا كتير متشابهة، لهيك جبتك على بيتي. بابا تدين مصاري لحتى اشترى هذا البيت، وقتها كان مبلغ كتير كبير.
كان كل يوم يروح على شغله ومشي مشان يقدر يوفر مصاري ويسدد الدين. مرة تدين من السمان وبطل يرجع على البيت لحتى يسكر الدكان، كان كتير بيخجل منه. مثل أبوك، أبي وأبوك كان في عندهم كبرياء كبير. شوف هاي، أخي كان هو يقيس طوله، بابا كان يقول له قيس طولك، وكنت أنا وقف وقول له بدي قيس طولي كمان. من بعدها صار أبي كل مرة يقيس طولي وطول أخي، كل مرة يضحك ويبوسنا لأنه عم نطول. كان يفرح، كان قلبه طيب. أخي شو بيعرفني، مثل أبي قلبه طيب كتير. وقت بيحب حدا بغمض عيونه وبيصير يشوفه بقلبه بس. ايه بس كمان كان يضايقني لأنه كل ما تخانقنا يقلي ليكي نحن تبنيناكي، فورا صير ابكي وقله يعني انت مو أخي، وهو يقلي لا نحن لقيناكي على باب الجامع. بس بعدها يجي صالحني ويقلي انه هو عم يمزح. هاي قصة أخي.